فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ أريزميا. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن النورمال ECG. النهاردة أنا جايب لكم أسئلة MCQ كتيرة عن هذا الجزء للتدريب علشان نعرف كل اختيار صح أو خطأ. يفضل تكون مذاكر البرانش كويس جدا علشان تستفيد إن شاء الله. أول سؤال عندنا: All of the following causes sinus tachycardia except. كلنا عارفين إن الـ SA node هو النورمال بيسميكر عندنا. sinus tachycardia معناها ضربات القلب زادت. إيه سبب الزيادة؟ fever، هقول صح، أيوة fever، لأن كل ما تزيد الـ temperature الـ SA node هيكون مور اكتف زي اي اورجان عندنا. طيب ريجوليشن اوف هاي بلاد بريشر، بمعنى اذا زاد ضغط الدم واحنا عاوزين ننظمه، زاد ضغط الدم ده الاستيمولس، الريجوليشن اقلل البلاد بريشر. طب اقلل البلاد بريشر عن طريق ايه؟ لازم اقلل الهارت ريت في البداية. يبقى معنى هذا الكلام لا يمكن يحصل ساينس تاكي كارديا، بالعكس هيحصل ساينس برادي كارديا. في نقطة مهمة، لما بيزيد البلاد بريشر هيشتغل البارو ريسبتورز، وكلنا عارفين ان البارو ريسبتور ده هيبعت اشارات عن طريق الفيجاس والجلوسوفارينجيال الى كاردياك انهيبيتوري سنتر. من اسمه انهيبيتوري، هيقلل ضربات القلب، عشان كده اكسبت بي، احنا عايزين الاجابه الغلط. طب الباقي يا دكتور صح ليه؟ سمباثاتيك ستيميوليشن طبعا بيزود الهارت ريت، كلنا عارفين ان السمباثاتيك عن طريق الكاتيكولامينز في البيتا 1 ريسبتور اون ذا هارت، فبيزود الفورس اوف كونتراكشن. طيب هايبر ثايرويديزم، لما بيزيد نشاط الثايرويد جلاند او الغده الدرقيه بيزود السنسيتيفيتي اوف بيتا 1 ريسبتور اون ذا هارت تو كاتيكولامين، يخليه يستقبل الأدرينالين والنور أدرينالين بكفاءة أعلى، فيزيد من الكاردياك أكتيفيتي برضو. طيب السؤال اللي بعده: conditions that allow the impulse to continue around the heart. هنا بيقولك أنا حديلك سؤال MCQ في الحالات اللي بتخلي الكهرباء تلف حوالين القلب، يعني كأنها دايرة مغلقة. طب عرفت منين يا دكتور انها دايرة مغلقة؟ start a circus movement، circuit يعني انا ابتدي من النقطة دي وامشي slowly وارجع تاني لنقطة البداية. قبل ما نقرأ الاختيارات، العنوان ده بيتكلم عن ظاهرة مهمة جدا اسمها re-entry phenomena. يا إما أجيب لك رأس السؤال re-entry phenomena، أو أقولها لك في شكل جملة طويلة تستنتج منها المعنى. re-enter يعني أرجع لنقطة البداية مرة تانية، إعادة الدخول، بمعنى الإمبلس بدأت في مكان ولكن بتتحرك ببطء. لما الامبلس تبدأ في الوول اوف ذا هارت دي حالة ابنورمال، مش طبيعي تبدأ في جدار القلب. طيب هتمشي ببطء لان الكوندكشن في المايوكارديوم from cell to cell وليس من خلال جاب جونكشنز يسرع النقل. طيب الامبلس دي لازم يبقى لها اكشن بوتنشال، هتقول لي ايوه. مصاحب للاكشن بوتنشال معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود اي ار بي، الاي ار بي ده
لمدة زمنية ثابتة. الإمبلس اتأخرت، هو ملوش دعوة، مدته خلصت. لما مدته تخلص الإمبلس قدامها حل من حلين، يا إما ترجع لنقطة بدايتها مرة تانية يا إما تكمل طريقها لتحت. فممكن الإمبلس تلف وترجع مرة تانية. يبقى إذن نشوف الاختيار. If the length of the pathway around the ventricle is short، أقول له غلط. كل ما اللينس بيبقى أطول كل ما الريفراكتوري بيريود تتأخر بدري. بتتأخر مش بدري، يعني تخلص على طول. بمعنى أنا عندي ممر طويل، موكب الرئيس، البودي جاردات اللي بتحميه ليها فترة زمنية معينة للحماية. خلاص الموكب اتأخر، فالبودي جارد ساب مكانه، ده اللي حصل. ريفراكتوري بيريود انتهت، خلصت، بقينا في مرحلة ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، وبالتالي الإمبلس هتلف وترجع لنقطة بدايتها مرة تانية. عشان كده ايه خطأ؟ لازم يبقى اللينس طويل عشان الريفراكتوري بيريود تخلص. طب بي، if velocity of conduction become decreased، طيب لو السرعة بقت قليلة تتوقع ايه؟ تتوقع ان انت الريفراكتوري بيريود هتخلص معاك اسرع. طالما انا slow conduction ARP كتايم انتهى، فهلف وارجع لنقطة البداية مرة تانية. علشان كده هقول بي صح. أيوة نيجي لسي. If refractory period of the muscle is greatly shortened، تقول لي ايه؟ تقول لي صح. لو فترة الريفراكتوري قصرت قوي يبقى شيء طبيعي جدا الإكتوبيك فوكس هيقدر يعمل ري انتري اكتر. انت قصرت وقت الريفراكتوري. على فكرة وقت الريفراكتوري يقصر لو انت كإمبلس ماشي ببطء، يبقى سلو كوندكشن. لو الممر طويل، انا خلاص انا مدتي كريفراكتوري خلص، او السيمباثاتيك شغال جامد. السيمباثاتيك بيسرع الاكشن بوتنشال. تخيل انت لما بتسرع مدة الاكشن بوتنشال او الريزميزيتي او الاكسايتابيليتي، بتسرع المدة، يبقى بتسرع مدة الاي ار بي كمان. تقول له انت هتحصل في وقت اقل والامبلس ماشية ببطء. كل العوامل ترجح وجود ري انتري. طب يا دكتور احنا استفدنا ايه من الكلام ده؟ استفدنا لما تبتدي الكهرباء في الول وماشية ببطء الامبلس تلف وترجع تاني. طيب اللي نازل جديد بقى الامبلس القديمة اللي رجعت ومكان ملتش لتحت زائد الامبلس او الشحنة الجديدة، فنزلنا اتنين ماشيين ببطء، فالاتنين يلفوا ويرجعوا تاني وننزل مع الجديد التالتة. الله، يعني معنى الكلام ده ان احنا بنزود عدد. ايوة بنزود عدد، وده اللي انا قلته في النظري. الاكتوبيك فوكس في الاتريوم قد تصل الى 350 بيت، هسميها اتريال فلاتر، او لو اكتر من اكتوبيك في جدار الاتريوم يوصل ل 500 ضربة في الاتريوم. طب ال 300 دي جت منين؟ ما هو الامبلس تلف وترجع تاني، كأنهم 100 دقة، وكل دقة لفت ورجعت 3 مرات، اضرب 100 في 3 يساوي 300 بيت. هو ده الكلام اللي احنا عاوزين نقوله. عشان كده في طلبة تسأل هو ايه اهمية الري انتري، انك تشرح بيها اكتوبيك فوكس. ده مهمة جدا، لان اذا الفوكس ده ما بيطلعش العدد الكبير مرة واحدة، لا ده هم اصلهم 100 اتضربوا في 3،
اصلهم 150 اتضربوا في 2 او 3 لغايه لما العدد يكمل، هسيطر انا على الاس اي نود اللي كان نورمال بيس ميكر. طيب نشوف الاختيار الاخير، it is not associated with ischemia. اقول له غلط، الاكتوبيك فوكس بيحصل مع حالات نقص الدم للوول او الايفي نود او السبتم، لان الاكتوبيك فوكس له اماكن مختلفة، مش شرط يبقى في الوول، لا، دايما اتوجدنا انه هو مصاحب للإسكيميا. خلي بالك من اللي هقوله، associated with ischemia. في الطب لما ما بنلاقيش علاقة كاملة نيجي نقول لك associated with، ما قلت لكش caused by، لا ده هو associated معها. يبقى الإجابة الصح B and C. نيجي للسؤال ده، inverted P wave. نفكر بالعقل، البي ويف في الطبيعي كانت فوق البيز لاين، النص دايرة اللي قلنا عليها. طيب ليه كده؟ عشان في رايت اتريال دي بولاريزيشن في النص الاولاني من البي، وليفت اتريال دي بولاريزيشن في النص التاني. لما تتقلب ده معناه ان البيس ميكر اتغير. يبقى ده تفكير، او معناه ان احنا حطينا الاكسبلورينج الكترود في مكان والكهرباء اتحركت اواي عنه. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك اي في ار صح، اوجمنتد يونيبولر ليد اد ذا رايت ار، كهرباء بتمشي داون تو ذا ليفت، الاكسبلورينج الكترود يمين، يبقى هتتسجل مقلوبه، يبقى بي صح. اي في نودال ريزم، اقول لك صح، لو الاي في نود بقى البيس ميكر، الاس اي نود باظت والنائب الاول ليه اشتغل اللي هو 50 ل 60 بيت بير مينيت، بدل ما الامبلس هتنزل لتحت امبلس هتطلع الى الاس اي نود للسيطره عليه، وبالتالي هيتعكس البي لان الامبلس طالعه للاس اي نود، وده عكس النورمال اكسس اوف ذا هارت داونورد اند تو ذا ليفت. طيب ايه بقى ايه ده؟ اختصار بريماتيور فينتريكولر كونتراكشن، الفنتريكل عمل ضربه قبل ميعادها، ودي اللي هنسميها ضربه زياده اكسترا سيستول، وهنشوفها في الاسئله ان شاء الله. يبقى الجمله الصح دي بي بلس سي. السؤال اللي بعده، choose the correct statement about PAT. الاريزميا كلها اختصارات، ده paroxysmal atrial tachycardia، في نوبات زيادة في ضربات الاتريوم. طبعا هفهم من العنوان ان في اكتوبيك فوكس موجود في الاتريوم. paroxysmal معناها تجيلك النهاردة وبعدها بأسبوع وبعدها بشهر الأزمة متكررة معايا. طيب طالب مني it is associated with abnormal P wave، أقول صح. عايز أقول لك قاعدة أساسية في قواعد أينتهوفن. أينتهوفن قال لو المشكلة موجودة في الإتريوم يبقى الاتريال دي بولاريزيشن ككهرباء تتغير، يبقى البي ويف اب نورمال طبعا. طب والكيو ار اس والتي يا اينتهوفن؟ قال لك طبيعي جدا، لان الكهرباء هتعدي من الاي في نود الى اي في باندل اللي هو الباندل اوف هيس بيركينجي فايبر، وتكمل سكتها للوول اوف ذا فنتركل. طالما الكهرباء مشيت في الفنتركل في النورمال باسواي بتاعتها، يبقى الكيو ار اس طبيعي. عشان كده بي هقول غلط، بيزار معناها اب نورمال، لا الكيو ار اس شكلها والديوريشن بتاعها لم يتغير في الحاله دي. برولونجد كيو ار اس
ديوريشن. اقول لك برضو غلط، الكيو ار اس كمده علشان تطول ده معناه ان في اكتوبيك فوكس في الوول اوف ذا فنتريكل، الكهرباء ما مشيتش في الهيز باندل بيركينجي سيستم. لا ده مش موضوعنا خالص. شورت بي ار انترفال، البي ار هو الفتره من الاتريال الى بدايه الفنتريكولار كوندكشن، نقل الكهرباء من الاتريوم الى الفنتريكل. عشان يقصر المده دي تقل عن 0.12 سكند زي ما قلت في فيديو ام سي كيو اللي فات، ده معناه ان في باسواي اضافي سريع ينقل الكهرباء بسرعه من الاتريا للفنتريكل. يعني يعني اقرب الى السبتم من الايفينود، اسمه باندل اوف كانت، ده اكسسوري باسواي. ده لقوا ان ده ممر اضافي او زي شارع جانبي مختصر ينقلك بسرعه من الاتريا الى الفنتريكل. طبعا ده هنقوله في مرض اسمه وولف باركنسون وايت سيندروم، دبليو بي دبليو سيندروم. اتنين علماء انجليز هم اللي اكتشفوا ان في بندل اضافيه تنقل الكهرباء بسرعه. طيب السؤال اللي بعده، السؤال ده هو سؤال عام، سوبرا فينتريكولر معناه ايه؟ مين اللي فوق الفنتريكل؟ تقول لي الاتريوم. رابيد ريزم، ايه ده؟ يعني قصده اكتوبيك فوكس في الاتريوم. طالب الشاطر بيترجم كل كلمه في الام سي كيو، وده اللي احنا عاوزين نتدرب عليه مع بعض. يعني انا اقول لك باروكسيزمال اتريال تاكي كارديو، طب ما ده اكتوبيك فوكس في الاتريوم. بريماتيور اتريال كونتراكشن، ماشي. اقول لك نودال تاكي كارديا اتريال، تقول لي ماشي. اتريال فلتر واتريال فايب ريليشن، بس انا قصدي من السؤال ده اتريال فلتر زائد اتريال فايب ريليشن. قبل ما نيجي نشوف الاربع اختيارات عايزين نعرف حاجه مهمه جدا، اتريال فلتر معناها ايه؟ 1 اكتوبيك فوكس في جدار الاتري، بدليل ان الاتريال ريت تقريبا 300 او 350 بيت بير مينت. لو عندي اكتر من بؤره في الوول اوف ذا اتريوم تحول الى فايبريليتنج او رعشه في الوول اوف ذا اتريوم، يبقى الاتريال بيت قد يصل الى 500 بيت. طيب هنا بيقول لي اتريال تو فينتريكولار ريت 1 تو 1، تقول لي طب قصده ايه بالكلام ده؟ احنا في الطبيعي اي بي ويف يتبعها كيو ار اس كومبلكس. طيب انا دلوقتي عندي اكتوبيك فوكس في الاتريوم، هل يا ترى الاي في نود هيعدي ال 300 بيت كلهم؟ تقول لي لا، اي في نود مش هيعدي اكتر من 180 الى 200 بيت بير مينت. معنى الكلام ده ان مش كل بي ويف وراها كيو ار اس كومبلكس، يعني مش كل ضربه من الاتريوم او دقه هتوصل الى الفنتريكل. يبقى 1 تو 1 غلط، قد تصل الى 2 تو 1 من كل 2 بي ويف اللي هيوصل واحده كيو ار اس، هسميها 2 تو 1 ريزم. طيب بي اندكشن اوف فيجال ستيميوليشن مي ستوب ذا اتاك. هنا بقى نفكر بالعقل، في الطبيعي الفيجاس بيقلل الاس اي نود من 110 بيت الى 70 بيت كافريج في الدقيقه، ده العادي. هتقول لي بس دلوقتي في اكتوبيك فوكس، اقول لك طب وايه يعني؟ ما هي برضه موجوده في الاتريوم، عايزين نشغل الفيجاس عشان نقلل من ال 300 ضربه بتاعه الاكتوبيك. طب نشغل الفيجاس ازاي؟
الفيجاس ده نازل من المظلة، فيجال نيوكليوس ده الأوريجين بتاعه زي ما أخدنا في الأوتونوميك. فإحنا عايزين نشغل الفيجال نيوكليوس إن ذا مظلة. مين جاره؟ جاره الميد برين والبونز البرين ستيم. طب ما أنا عندي كرينيال نيوكلياي في الميد برين والبونز، ودول بيتحكموا في الاكسترا اوكيولر ماسلز عضلات العين. قالوا خلاص هنعمل مساج تدليك للعين، المساج ده هيبعت اشارة الى البرين استم وبالاخص للميد برين، والميد برين يبعت اشارة الى الفيجل نيوكليس المضلة. دي لفة شوية بس مهمة، وبالتالي هنشغل الفيجاس ينزل ويبعد الاكتوبيك فوكس عن الفايرنج ليفل، بمعنى يفتح بوتاسيوم تشانلز ويقفل الفاني صوديوم تشانل والكالسيوم تشانل وبالاخص التي تايب كالسيوم تشانلز. هتقول انا كده فهمت، طب اسمها ايه الطريقة دي؟ اوكيولو كاردياك مساج. اوكيولو عين، كاردياك هنقلل ضربات القلب. تمام، في طريقة تانية، تيجي عند الكاروتيد ارتري وتعمل له مساج اللي في الرقبة، كاروتيد ساينس. طب انا لما بعمل مساج في الحتة دي هبعت افرنت للبرين ستم، هشغل الفيجال نيوكليوس ان مظلة. تعددت الطرق والنتيجة واحدة، عاوزين نشغلك يا فيجاس من منشأك عشان نوقف الاكتوبيك فوكس اللي موجود في الاتريوم. هتقول لي ماشي، في طريقة تالتة، فالزلفا مانوفر، طبعا شرحناها قبل كده مع النظري. طيب نفترض يا دكتور الفايبريليشن حصل في الفنتريكل، مشكلة كبيرة، هل يا ترى نشغل الفيجاس؟ اقول لك لا، الفيجاس ما بيوصلش للفنتريكل اناتوميكال، فيجال اسكيب. طب نعمل ايه؟ الصدمة الكهربية تبتدي بقى تشتغل، نعمل الدي فايبريليتور او الجهاز اللي بنسميه كارديو فيرتور. انا هدي لك صدمة كهربية 2000-3000 فولت في وقت قليل جدا، فيو ملي سكنز، هلغي تأثير الاكتوبيك فوكس تماما. العين بالعين والسن بالسن، الاكثر عددا هو الاكثر سيطرة، ده الكلام اللي قلناه قبل كده، وبالتالي نلغي تأثير الاكتوبيك بفكرة اوفر درايف سبريشن. هنقود الاكتوبيك، احنا اللي هنسيطر عليك ونوقفك ويرجع تاني يشتغل الهارت بالنورمال بيس ميكر بتاعه. طيب سي كيو ار اس كومبلكس از اوف ابنورمال ديوريشن اند كونفيجوريشن. تقول لي غلط، هو شكله طبيعي، كونفيجوريشن يعني شكل ومدته طبيعيه، كهربا مشيت في الهيس بيركينجي سيستم عادي، المشكلة كانت فوق في الاتريوم. هارت ريت مي ريتش 500 بيت بير مينت. وهنا نقف شوية ونفكر، هل الجملة دي صح ولا غلط؟ الجملة دي غلط. طالب يقول لي طب ليه؟ ده انت لسه قايل الاتريال فايبريليشن 500 بيت. خلي بالك في الاتريوم، لكن لما اجي اذكر كلمة هارت انا اعني فنتريكولر ريت وليس اتريال، عشان كده لما اقولك الفنتريكل ريت يبقى 500 تقولي غلط، الاي في نود ما بيمررش اكتر من 180 ل 200 بيت بير مينت. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده في النظري قلنا ان فايدة الاي في نود بيحمي الفنتريكل من اكتوبيك فوكس في الاتريوم والعكس، ويحمي الاتريوم لو في اكتوبيك فوكس ان ذا
فنتركل. يبقى الصح بي. السؤال اللي بعده اتريال فلتر. There is a difference بين الابيكال and radial beat. تعال افهمك الفكرة. الطبيعي ان احنا بنحط سماعة عند الابيكس. ابيكس اوف ذا هارت ده مهم جدا تكون عارفه. ده موجود في الفيفث ليفت انتركوستال سبيس انسايد ذا ميد كلافيكولار لاين. عد الضربات بالسماعة. وفي نفس الوقت تحط ايدك على الراديال بلس. الطبيعي لو عديت ضربات القلب هنا عند الابيكس 70 ضربة هم اللي هتعدهم عند الراديال بلس 70 و70. مشكلة فين بقى؟ لو انت عندك اتريال فايبريليشن في 10 ضربات مش هتحسها عند الراديال بلس. يعني في الاوريجين عند القلب انا عددهم 70، جيت اعدهم بايديا 3 صوابع وتعدهم بالميدل فينجر لقيتهم 60 ضربة. فبسمي العشر ضربات اللي مش محسوسين ميزد بيت. ده في الاتريال فايبريليشن وهو بيقول لي فلاتر، يبقى ايه؟ خطأ. وعلى فكرة بسميها في الاتريال فايبريليشن اسم علمي بالساس ديفيسيت. كلمة ديفيسيت يعني ديفيشنسي. هناك نقص، هناك فرق بين اللي أنا عديته بالسماعة واللي أنا عديته عند الراديال بلس. بي تو كيو ار اس 1 تو 1 تقول لي غلط، شرحناها، تبقى 2 لـ1. هارت ريت 350 برضو غلط. فتقولوا لي طب ليه؟ ما انت لسه قايل ان الاتريال فلتر 350 ضربة. افتكر معايا كل مرة عدها لك اي في نود ما بيمررش اكتر من 180 ل 200 بيت بير مينت. يعني الفنتريكولر ريت في الحاله دي هلاقيه تقريبا 150 175 بيت بير مينت مش 350. خلي بالك المقصود بالهارت ريت هو فنتريكولر ريت. لو انا قصدي على اتريوم هقولها اتريال ريت. None of the above اجي اقول له ها الاجابه none of the above. السؤال اللي بعده atrial fibrillation. اول سؤال بيقول there is regular irregularity of pulse. تعال افكرك بالنظري. الطبيعي انك انت بتبقى حاسس كل دقه وراء الدقه الثانيه. لو انا عندي fibrillation انا عندي لخبطة ومش قادر احددها. يعني ايه؟ احس دقيقتين ورا بعض وبعد كده 3 وبعد كده 4. ايه ده؟ انا مش ماشي بنظام خالص. عشان كده بسميها لخبطة اللخبطة. irregularity. فايه غلط؟ طالب هيسأل ايه ده؟ هو في لخبطة منتظمة؟ أقول له أنا ليا نظام. من كل دقيقتين حسيت دقة، من كل 3 حسيت أنا ماشي بسيستم، والسيستم غلط بس أنا ماشي بيه. ده يبان في الاتريال فلتر فايبريليشن. لا، البي ال كيو ار اس كومبلكس 2 تو 1 ده في الاتريال فلتر. والسكند ديجري اي في بلوك اللي هنيجي نقولها دلوقتي. لكن في الفايبريليشن مين قال لك ان 2 تو 1؟ هتقولي طب ما انت لسه قايل قلتها كاحد الاحتمالات في لخبطه، مره 2 لـ1، مره 3 لـ1، مره 4 لـ1، بس ما تقدرش تقول لي ان 2 تو 1 قاعده. لا مش قاعده. اف ويف از بريزنت. الاف ده هو اول حرف من كلمه fibrillation. اقول له صح. البي ويف النص دايره اختفت في هذا المرض من كتر ما فيه اكتوبيك فوكس كتيره في الاتريوم. الكونتراكشن بقى جامد قوي لغايه لما حصلت الرعشه،
فتلاقي البي عامله زي اسنان المنشار بالظبط، عامله زي الاهرامات الصغيره المشرشره دي، فبسميها اف رمز للفايبريليش، يبقى سي صح. السؤال اللي بعده، impulse conduction as a bag of worm occurs in، بمعنى ايه؟ احنا قايلين لو في اكتوبيك فوكس في الول الابسوليوت ريفراكتوري هيخلص لان الكهرباء ماشيه سلول. الامبلس قدامها كذا احتمال، تلف وترجع تاني ادي ري انتري، او تنزل لتحت، او تمشي بالعرض يمين شمال فوق تحت. فوصفوا في المراجع الامبلس في الحاله دي كانها دوده الاز حطيتها في شنطه بلاستيك تتحرك حركات عشوائيه. السؤال، الحركه العشوائيه والباج اوف ورم الاقيها فين؟ تقول لي اكيد في اي فايبريليشن، يعني اتريال او فينتريكولر فايبريليشن بي بلس سي، هي دي الصح. كلمه فايبريليشن يعني مور ذان وان اكتوبيك فوكس، وبالتالي هناك راندوم دايركشنز، حركات عشوائيه. اما الاكسترا سيستول دي ضربه حصلت زياده مره واحده، حسيت ان روحي بتتشفط مني نتيجه استرس، شرب سجاير، كافيين، يقول لك ايه ضربه زياده، او رفرفه قلب زي ما الناس بتقولها بالبلدي، مره وعدت، ولكن مش باج اوف ورم. طيب السؤال ده، فينتريكولر اكسترا سيستول، اكسترا ضربه زياده، is associated with normal QRS؟ نفكر، المشكلة في الفنتركل، أيوة جي اكتوبك مرة وخلاص، المرة اللي جي فيها جي فين؟ تقول لي جي في الول، يعني انت ما مشيتش في الايفي باندل والبركينجي سيستم، شكل QRS يتغير تماما، يبقى بيزار شيب، بيزار abnormal. يعني ايه ابنورمال؟ يعني هلاقي الشكل بقى غريب والمدة طولت. طب ليه المدة هتطول؟ في الطبيعي الامبلس بتوصل للول اوف ذا فنتريكل عن طريق بيركينجي سيستم السريع في النقل، انت ما مشيتش في الطريق الطبيعي، انت مشيت فروم سيل تو سيل، البطيئة في التوصيل. فلو قست المسافة من الكيو الى الاس، عدد المربعات اللي بالعرض، هتلاقي المربعات كتيرة، يبقى المدة طولت، يبقى ايه خطأ؟ B indicate the presence of serious heart disease. طالب الشاطر يقول لي طبعا غلط، serious يا دكتور ليه؟ ده هي حصلت مرة وخلاص، مرة stress، مش طول الوقت بتحصل، مش باروكسيزمال متكررة، لا it is not serious condition. كلنا جالنا اكسترا سيستول على الاقل مرة في حياتنا. is accompanied by P wave. تعالوا نفهم حاجة بسيطة، الاكسترا سيستول جه في الفنتركل، ده معناه ان QRS جه قبل معاده. تقول لي جه قبل معاده، طب جه قبل معاده يبقى معنى كده ممكن يغطي على البي ويف اللي جه قبلها فما يسجلهاش. عارف زي فكرة الماسكينج افكت، قلنا الاتريال ري بولاريزيشن ليه ما بيتسجلش؟ جه في نفس توقيت الفنتريكولر دي بولاريزيشن، سجلنا الاقوى اللي هو كيو ار اس، ما سجلناش الاتنين. في تفسير تاني، ان الاكتوبيك فوكس عايز يبعت الامبلس الى الاتريا فوق ريترو جريد، وده ممنوع اي في رينج، في حلقه اتريو فينتريكولر رينج، الحلقه دي بتمنع الامبلس انها تطلع لفوق، ممنوع الكلام ده، عشان كده بي ويف ما بتتسجلش. وخلي بالك البي ويف مش هتتسجل،
قبل كيو ار اس شرحنا السبب، وبعد كيو ار اس الغريبه برضو البي ويف مش هتتسجل. تقول لي طب ليه؟ الكيو ار اس هتيجي قبل ميعادها، يبقى هو البيس ميكر الجديد بتاعنا يحترم وليه اكشن بوتنشال. تقول لي طبعا، ومصاحب ليه ار بي. طب ما هو البي ويف اللي جت في ميعادها بعد كيو ار اس تمام مش هتتسجل لانها هتقع في الابسوليوت ريفراكتوري بيريد للبيس ميكر الجديد. عشان كده طالب الشاطر يخلي باله، البي ويف اللي قبلي ما تسجلتش واللي بعدي ما تسجلتش، ولما البي ويف ما تتسجلش ده معناه ان انت هيبقى في بوز، عارف زي خط مستقيم طويل تمام. ما هو ما فيش بي ويف، هنسميها كومبنساتوري بوز. بوز معناها صمت، يعني مش هنسجل اي موجه. النورمال بي اسف ما تتسجلش لانها وقعت في الريفراكتوري بيريود بتاع الاكسترا سيستول. طب ليه سميناها كومبنساتوري، فتره تعويضيه؟ هقول لك، كيو ار اس اللي جت قبل ميعادها هيبقى نتيجه كده احنا مش مجهزين كالسيوم كافي للكونتراكشن. انا مجهز كالسيوم كفايه للنورمال بيت، ضيف جه مش في ميعاده، وبالتالي الاكسترا سيستول كضربه ضعيفه. طيب انا دلوقتي لما يكون عندي ضربه عاديه وما لحقتش اريح تو ريلاكس اعمل دايستول كافي، فجئتني بضربه زياده، يبقى انا مضطر اعمل ايه السايكل اللي بعدها؟ تقول لي مضطر تزود مده الدايستول. تعالى بقى معايا، هو الدايستول كان يبان ايه في الاي سي جي؟ تقول لي تي بي انترفال. طب ما هي المده دي هتطول قوي، ولما تطول دي فايده، انت بتزود التايم اوف فيلينج، معناه ان انت بتسحب الكالسيوم وترجعه للمخزن بتاعه للساركوبلازميك ريتيكولوم، علشان لما تيجي امبلس جديده عند الساركولما كاردياك ماسل هتفتح لك لونج لاستنج كالسيوم شانل، هيدخل الكالسيوم من الاكسترا سيلولر من بره، فيحفز الكالسيوم اللي متخزن زياده تمام، اللي انت خزنته زياده، يبقى الكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز بقى اكتر. عشان كده الضربه اللي هتيجي بعد الاكسترا سيستول هتكون ضربة أقوى، فسميتها في النظري بوست اكسترا سيستوليك بوتنشيشن، أي الضربة الأقوى بوتنشيتد بعد الاكسترا سيستول. السؤال اللي بعده مكرر، البيزار شيب كيو ار اس طبعا في البريماتيور فينتريكولر كونتراكشن. القصد من هذا السؤال ان انا عايز ادربك على حاجه، لما نقول كيو ار اس شكلها مش طبيعي، بص في الاختيارات على فينتريكل هتلاقي كل الاختيارات ايه؟ باروكسيزمال اتريال. وانا مالي، المشكله مش فينتريكل. اتريال فايبريليشن برضو غلط. وولف باركنسون وايت ده ليه علاقه بشورت بي ار انترفال، ملوش علاقه بإكتوبك فوكس إن ذا فنتركل. طيب all of the following are not serious conditions ما عدا، كل الاختيارات دول حالات عادية ما عدا مين؟ أبص كده هلاقي إن premature atrial أو atrial fibrillation A و B. لا، طالب هيسأل طب يا دكتور atrial fibrillation رعشة في الول اوف اتريوم ازاي مش حالة عنيفة؟ هقول لك، لاني احنا بنعتمد كفنتركل 80% of الفيلينج of فنتركل على البريشر ديفرنس بين الاتريا والفنتركل، زي فكرة الشلال، المية نازلة بالجاذبية، البلد نازل من بريشر عالي في الاتريوم
لبريشر اقل في الفنتركل بنسبه 80%. طب دور الاتريال ماسل ككونتراكشن ما تزيدش عن 20%، قدرتها الخمس. فانت لو فقدت القدره دي، ويعني انا مكمل ب 80%. عشان كده ناس ممكن تعيش سنين باتريال فايبريليشن ومفيش مشكله. طيب بريماتيور فينتريكولر، تقول لي اهو في مشكله في الفنتريكل، ولكن وان اكتوبيك فوكس جت مره وخلاص. المشكله طبعا هي الفي اف فينتريكولر فايبريليشن، اهي دي حاله خطيره. السؤال بيقول لك كلهم نوت سيريس ما عدا، تقول لي ما عدا فينتريكولر فايبريليشن، ده انت ممكن تموت في دقايق معدوده. عشان كده الفنتريكولر فايبريليشن محتاج كارديوفيرجن سريع جدا. وده السؤال اللي بعده، كارديوفيرجن is needed necessary in، تقول لي طبعا فينتريكولر فايبريليشن الحاله دي خطيره ما اقدرش استنى. طب اتريال فايبريليشن اعالجها بايه؟ اندكشن اوف فيجاس، اوكيلوكاردياك مساج، كاروتيد ساينس مساج، فالزالفا مانوفر. يعني طالب يقول لي طب هو انا ممكن اعالجها بكارديو فيرجن، بس مش مستاهله، حاله مش سيريس. ده انا لسه بقول لك تقدر تعيش سنين باتريال فايبريليشن. طيب السؤال اللي بعده، اولد ساين اوف كورونري ارتري انسفشنسي، يعني ايه؟ كورونري ارتري في سدد اوبستراكشن، في اسكيميا في الوول اوف ذا هارت. طالما الجدار اتحرم من الدم ده يؤدي الى مايوكارديال انفاركشن، جزء من العضله دي ماتت. طيب الجزء ماتت تتوقع ايه؟ لو انا عايز احط الكترود، حاجه تسجل او تلقط الكهرباء جنبه، هنقدر ناخد منه كهرباء؟ تقولي لا، اي جزء دد يبقى الكتريكالي انرت، خامل كهربيا. عشان كده الالكترود اللي هيتحط على صدر المريض مش هيسجل الانفاركتد هارت اللي جنبه، هيسجل كهربة السبتم اللي جوه والهيلسي وول البعيد. يعني انا سجل سبتم زائد الوول السليم البعيد عني. عشان كده الكيو هتبقى عميقة جدا. الاجابة الصح ديب كيو. خلي بالك هتقول الكيو ده يمثل سبتال دي بولاريزيشن. انت يا دكتور قلت لنا قبل كده سبتم از سمول ماسل ماس، اقول لك ايوه انا قلت لك كده، وبنسجلها صغيره لان الكهرباء بتتسجل على اساس الكتله العضليه اللي هنسجل من خلالها. طب يا دكتور ما هو السبتم هو هو، ليه الكيو بقت ديب؟ ليه نازله اكتر من مربعين لتحت؟ لان انت مش هتسجلها لوحدها ومعاها الوول السليم اللي فيه ماسل ماس اكتر. يبقى اذا الكيو دي is not septum alone، ودي نقطة مهمة. عشان كده انا في النظري قلت لك هنعتبر الانفاركتد وول كأنه electric window، شباك شفاف تقدر تشوف الناس اللي وراه عادي بمنتهى السهوله، ترانسبيرنت، ودي مهمه جدا. طب دكتور انفيرتد تي بتحصل مع كوروناري اسكيميا، ليه ما قلتهاش صح؟ خلي بالك من العنوان اولد ساين. يعني ايه اولد ساين؟ واحد جاله مايوكاردال انفاركشن من سنه من كذا شهر. اعرف ازاي؟ في سكار، في علامه في الاي سي جي عند المريض ده. دكتور رسم القلب الشاطر يعرف من خلال الديب كيو ان الراجل ده جاله قبل كده مايوكارديال انفاركشن. انا معاك ان الاس سي تي سيجمنت اليفيتد مايوكارديال انفاركشن، ولكن مش اولد. طب
طول بيك دي تي ويف هنقولها النهاردة، دي أحد علامات الهايبر كاليميا، ملهاش علاقة بالعنوان. السؤال اللي بعده current of injury، يعني كلمة current of injury؟ جزء من الفايبرز depolarized وجزء تاني رجع repolarized. المفروض في الطبيعي ان الهارت شغال كسنسيتيوم واحد، كلنا depolarized مع بعض او repolarized مع بعض. في حالات الاسكيميا بتحصل اللخبطة دي، وبالتالي بيحصل current of injury. الجزء اللي pathological depolarized والجزء اللي رجع للريستنج ممبرين بوتنشال العادي، ده بيحصل في حالة مايوكارديال انفاركشن. هو ده مثال من أمثلة الكارنت اوف انجري. هتقول لي طيب ما البريماتيور فينتريكولر او الاتريال مش كل دول اكتوبك وانت قلت associated with ischemia؟ اقول لك اه، بس الاسكيميا تبقى very mild في الحالات دي، مش لدرجة حدوث current of injury. السؤال اللي بعده choose the correct statement about PR interval يمثل AV noodle. اقول لك غلط، شوف الفيديو اللي فات قلت لك ان PR AV conduction النقل من اول الاتريا الى الفنتريكل، AV نودل ده جزء من النقل اللي هو PR segment، وانا قلت في العنوان interval يساوي 4/100 الى 8/100 سكند، خطأ. الطبيعي من 12/100 الى 20/100 ثانية. الاربعة من مية للتمانية من مية ثانية دي مدة البي ويف. سي is prolonged by sympathetic stimulation. ايه رأيك؟ sympathetic بيعمل ايه؟ تقول لي بيسرع الconductivity، احد الكارديك بروبرتيز. طب طالما انت بتسرع الكوندكشن يبقى المفروض البي ار كمدة، هتقول لي تقصر، يبقى سي غلط، is shortened مش prolonged. طيب is shortened in WPW؟ تقول لي طبعا بسبب البندل اوف كانت. السؤال اللي بعده first degree block، تعال افكرك في النظري بمعناها. first degree معناها كل الامبلس هتعدي من الاتريا الى الفنتريكل ولكن بصعوبة، يعني البي وراها كيو ار اس ولكن البي ار انترفل هتطول معانا، دي مهمة جدا. طيب نشوف الاختيارات، قال بي ويف نيفر فولود باي كيو ار اس، هقول له غلط. بي ويف sometimes احيانا followed by QRS، برضو غلط. ده كل بي وراها QRS. T wave is inverted، هتتقلب؟ تقول لي طبعا غلط لان ده مش سببه اسكيميا، احنا اتعودنا ان T wave inverted في حالة الاسكيميا، وقلت لك الفيديو اللي فات لما T wave تتقلب ده معناه ان depolarization والrepolarization اختلفوا فقط في التشارجز وبقوا زي بعض في الدايركشن. ST segment elevated، تقول لي ده في المايوكارديال انفاركشن، برضو مش في الفيرست ديجري بلوك. فالإجابة الصح E، PR interval is prolonged. السؤال اللي بعده ال PR is prolonged in all of the following except. طبعا سؤال سهل، parasympathetic أو vagus بيأخر النقل فيطول المدة، تقولي طبعا صح. bundle branch اسمه bundle branch block BBB، صح. first degree block يطول المدة، ما عدا مين؟ WPW bundle of Kent، السكة السريعة من الاتريا الى
الفنتريكل يأخر يأخر المدة. طيب السؤال اللي بعده قلناه في ثنايا الشرح 2 to 1 rhythm is seen in one of the following. طبعا atrial flutter قلنا صح, والسكند ديجري A V block. طبعا الأسئلة دي للتدريب, يعني أنا مش شرط أجيب لك كده, أجيب لك واحدة فيهم أقول لك atrial flutter, شو بقيت الاختيارات. Paroxysmal atrial tachycardia, Paroxysmal ventricular tachycardia. بص أبتدي أحط لك أريزميا مختلفة أو ساينس تاكي ساينس برادي, المهم أنا عايزك تفهم المعلومة كويس. السؤال اللي بعده Atrioventricular dissociation, يعني ايه معنى العنوان؟ انفصل الاتريوم عن الفنتريكل, اتريوم شغال لوحده والفنتريكل شغال لوحده, ده معناه ان في بلوك كامل, يبقى ثيرد ديجري بلوك. خلي بالك في حالات البلوك فيرست ديجري كل الامبلس هتعدي من الاتريا للفنتريكل بس بصعوبه, سكند ديجري من كل اتنين اتريال امبلس تعدي واحدة للفنتركل 2 to 1 ريزم, ثيرد ديجري مفيش حاجة هتعدي, فالاس اي نود شغال في الاتريام لوحده والبركينجي فايبر في الفنتركل شغالة كليتنت بيس ميكر لوحدة, فالاجابة الصح سي. بحط لك كذا شكل لصيغة السؤال ايديو فنتريكولر ريزم, من اسمها يعني ايديو, يعني نفسي ذاتي, الفنتريكل يعتمد على ذاته على ايقاعه امتى, تقول لي ثيرد ديجري بلوك. مش الطبيعي ان الهارت ريت يوصل الى 30 بيت بير مينت, ال 30 دول هم الديستشارج اوف ذا بيركينجي فايبرز. طيب السؤال اللي بعده ثيرد ديجري اي في بلوك اسوشيتد ويز, خلي بالك يا اما اقول لك ثيرد ديجري في راس السؤال او كومبليت هارت بلوك, مصاحب معاه برولونجد بي ار انترفال, ايه رايك؟ تقول لي غلط, البي ار انترفال اساسا ما اقدرش اقول انها موجوده, برولونجد ايه ده, كل واحد لوحده بي لوحده, يعني ممكن الاقي اتنين بي ورا بعض وراهم تلاتة كيو ار اس, السايكل اللي بعدها الاقي تلاتة بي وراهم اتنين كيو ار اس, الموضوع مفيش بي ار انترفال اساسا علشان نتكلم عليه. ما هو تعريف البي ار انترفال اتريو فنتريكولر كوندكشن, هناك توصيل, ازاي نقول كده وده كومبليت هارت بلوك. طيب loss of consciousness, فقدان الوعي, اقول لك صح, الهارت بيضرب 30 بيت يوصل الاورطه والاورطه يوزعها للبرين, تخيل البرين اللي كان بيوصل له 90 ضربه قال له التلت, هتفقد وعيك تماما. واللي اكتشف الكلام ده كانوا اتنين علماء انجليز, ادم ستوك سيندروم, هارت ريت 30 بيت بير مينت, فبي صح وسي صح, فاختار دي بي بلس سي. رجعت حطيت لك السؤال بصيغه تانية, صيغه السندروم, الام سي كيو صيغه كثيره, ادمز ستوك سندروم موجود في احد الحالات التاليه, طبعا ثيرد ديجري اي في بلوك. الغرض من هذا السؤال نشوف الطالب فاهم ومع الفهم حافظ اسم السندروم ولا لا, ده كلام مهم. نبتدي دلوقتي بأسئلة الإفكت of ions on الاي سي جي على الأريزميا. low voltage QRS complex, نفكر QRS ده بيمثل ايه؟ ventricular depolarization. طيب والدي بولاريزيشن بيعتمد كامبليتيود على صوديوم, يبقى في الهايبو ناتريميا لو فولتج كيو ار اس,
صوديوم قليل بره فدخوله هيقل، فالامبليتيود ارتفاع كيو ار اس هيقل. بي صح. طب انت ليه ما اخترتش ايه؟ بريماتيور فينتريكولار كونتراكشن. المشكله في كيو ار اس في الديوريشن والشكل، مش هنقول المشكله في الفولتج في الحته دي. وخلي بالك كمان ده بيبقى هاي فولتج مش لو. تقول لي طب ازاي؟ هقول لك. اكتوبك فوكس لما يبدا في الوول اوف ليفت فينتريكل، المكان ده في فولت اعلى من الرايت اللي ما بداش عنده، انا بقول مثلا، وبالتالي هتلاقي في اكسس ديفيش. ما هو الاكسس هيتحرك من المكان الدي بولارايزد اولا اللي فيه اكتوبك فوكس الى الوول الاخر اللي في الريستنج ميمبرين بوتنش، يبقى مين عنده فولت اعلى؟ الاكتوبك فوكس. يبقى غلط. بيريكارديال افيوجن لما يكون الكيس اللي حوالين القلب في مية زيادة، في إديمة، هل يا ترى هقدر أسجل الدي بولاريزيشن أوف ذا فنتريكل؟ تقول لي لا، الإلكترود اللي بره مش قادر يسجل كهربة الفنتريكل اللي جوه، لأن الكيس اللي مليان مية عامل لي ريزيستنس عالية مقاومة عالية، وبالتالي هيبقى الأمبليتيود أقل. بي صح وسي صح. هختار دي بي بلس سي. السؤال اللي بعده عن الكالسيوم. هايبو كالسيميا، كالسيوم قليل is represented in ECG by. افكر هو الكالسيوم ده مهم لايه؟ تقول لي للكونتراكشن، حلو. طيب ايه مين اللي في الاي سي جي الفتره اللي بتعبر عن الكتريك سيستول؟ تقول لي طب يا دكتور بتسأل عنها ليه؟ عشان نفهم طريقة تفكيرك. الإلكتريك سيستول هيتبعه ميكانيكال سيستول. ما السيستول ده حاجة ميكانيكية، حركة، كونتراكشن، لازم قبله كهرباء. طيب الإلكتريك سيستول يمثل أكشن بوتنشال كامل، دي بولاريزيشن اللي هي كيو آر إس كومبلكس زائد repolarization اللي هو التي ويف. يعني قصدك من اول الكيو الى نهايه التي، يعني كيو تي انترفال لغايه دلوقتي عادي. طب نرجع لراس السؤال، قال لي هايبوكالسيميا، تقول له كالسيوم اقل يبقى المده دي لازم تطول، prolonged كيو تي انترفال. انا عايزك تبقى فاهم من راس السؤال انا هدور على ايه في الاختيارات. يعني الهايبوكالسيميا ما يأثرليش على البي ار انترفال، على النقل ما يأثرهاش او يطولها، ملوش علاقه. اللي يأثر البي ار انترفال دبليو بي دبليو او سيمباثاتيك. طيب برولونج تي بي انترفال اللي يطول وقت الدايستول، قد يكون دايستوليك ديسفانكشن هارت فيلير برضو، يبقى لا. Elevated ST segment ملهاش علاقة، ده ليه علاقة بالميوكارديال انفاركشن لو في اسكيميا في الوول، عشان تبقى فاهم ايه الطريقة. نيجي لآخر سؤال عندنا، طول بيك تي ويف. التي ويف مش نص الدايرة العادية بتاعتنا اللي الامبليتيود بتاعها قلنا أقل من الكيو ار اس. طيب بيقول لي بقى التي طولت قوي، ده معناه ايه؟ ان انت اتأخرت في الدي بولاريزيشن واتأخرت بالتالي في الري بولاريزيشن. طب تعال نقول لو انا قلت لك البوتاسيوم زاد اكسترا سيلولار فلويد، تفكر ايه؟ ان البوتاسيوم اللي جوه القلب مش قادر يطلع على الاوتر سيرفيس ديورينج ريست، اتحبس معظمه جوه بتركيزه العالي فبقى جوه بوزيتيف، خرج منه كمية قليلة على الاوتر سيرفس فالاوتر بقى نيجاتيف بالنسبة للزيادة اللي جوه. طيب المنظر ده هيعمل ايه؟ تقول انت كده هتأخر البي ار انترفال، هتأخر الكوندكشن من الاتريا الى الفنتركل.
طيب انا لو بتكلم على الفنتريكل دلوقتي على فنتريكولر مش على اتريال تتوقع ايه؟ تقول لي عادي جدا. انا دلوقتي كفنتريكل مفروض ديورينج ريست كفاست ريسبونس لازم في فيس فور بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. طيب ليه؟ عشان اقدر استقبل الامبلس اللي جايالي من الاتريوم من الاس اي نود والاي في نود وابقى اكسايتابل واعمل دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن. اذا كنا غيرنا الريستنج كونديشن بتاعتك يا فنتركل يبقى احنا هنأخر الدي بولاريزيشن بتاعك، وطالما الدي تأخر هيتأخر الري بولاريزيشن المعتمد على الدي بولاريزيشن. ما هو النهاية معتمد على البداية، تأخرت في أول السكة هتتأخر كمجمل، اتأخر الري بولاريزيشن بتاعك شيء طبيعي. وكمان ليها دليل آخر، ده انت البوتاسيوم زيادة برة. طب انا في الري بولاريزيشن في النظري اللي هي فيز واحد او فيز اتنين اللي هو البالانس في البلاتو او فيز تلاتة، انا عايز اعمل ايه؟ اوبنينج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز. طب انا عشان اطلع البوتاسيوم لازم تركيز البوتاسيوم اكسترا سيلولر ما يكونش عالي، وبالتالي انت هتأخر الري بولاريزيشن، يا اما تأخره دايركت بالطريقة اللي انا لسه قايلها، يا اما تأخره اندايركت بانك تأخر الريستنج ممبرين وصوله للفايرنج، تأخر الدي ثم الري. تعددت الطرق والنتيجة واحدة، التي ويف هيتأخر مدته. علمونا في الفيزيكس علشان تتأخر لازم تغير تو فاكتورز، امبليتيود ومدة. يعني التي ويف نص دايرة كده، ما ينفعش النص دايرة تزيد كمدة بس زي ما انا عامل بيدي كده تزيد بالعرض، لا لازم تبقى عاملة زي الهرم تطلع لفوق وتنزل لتحت. دايما التغيير في تو فاكتورز، ما تقوليش مدة تزيد بس وامبليتيود ثابت او العكس، ما ينفعش، لازم تغير ارتفاع ومدة. عشان كده قلنا ايه على التي؟ طول بيك، كأنها مثلث طويل له قمة. بص على البيس تحت، بص على المسافة من اول التي الى اخره هتلاقيها المسافة بعيدة طويلة، يبقى long duration. اتأخرت في الري بولاريزيشن، وده علامة من علامات الهايبر كاليميا. في نهاية هذا الفيديو أتمنى يكون فيديو مفيد، لمينا فيه النقاط الرئيسية في موضوع الأريزميا. إن شاء الله كل شوية هنعمل فيديو جديد عن الـ MCQ Cardiovascular System، إزاي تعرف تفكر معايا، بس يفضل تكون مذاكر الأول علشان تستفيد استفادة قصوى إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.